أفرجت نيابة أمن الدولة الأردنية عن 16 موقوفا في قضية الفتنة الأخيرة، وذلك بتوجيه من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. لم يتم الإفراج عن المتهمين باسم عوضالله والشريف حسن بن زيد، وذلك باختلاف دوريهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم، وذلك بحسب النائب العام لمحكمة أمن الدولة. معنا من عمان مراسلنا نايف المشاقبة المزيد عن هذه القصة، يعني وبقاء باسم عوضالله وأيضا الشريف حسن بن زيد في السجن. بقاؤهما يعني وفقا للقانونيين أنهما محرضان أساسيان في قضية الفتنة، وبالتالي تم إبقاؤهما في السجن نظرا لاختلاف أدوارهما وطبيعة هذه الأدوار والأدوات التي استخدموها في هذه في تلك المرحلة من التخطيط لما يعرف بالأردن بالفتنة. تم كما ذكرت فضيلة في الخبر الإفراج عن 16 متهما. هؤلاء الذين تم الإفراج عنهم كانوا اليوم بطلب من عدد من شيوخ العشائر والشخصيات الأردنية الذين التقوا الملك عبد الله الثاني في الديوان الملكي الأردني، وتحدثوا عن سماحة العائلة الهاشمية وعن سماحة ملوك الأردن في التاريخ، وأن هذا السماح لن يكون الأول ولن يكون الأخير، وطلبوا من الملك عبد الله الثاني الإفراج عنهم وأن يقضوا بقية رمضان بين أسرهم. من المهم فضيلة التأكيد على أن هذا هو إفراج وليس عفو، بمعنى أن التهم ما زالت قائمة بحقهم لغاية هذه اللحظة. المدعي العام هو في أحد أدوار التحقيق في القضية، لم يتم إعداد لائحة اتهام نهائية، لم توجه التهم، لكن المدعي العام لديه أصبح كم كبير من المعلومات وفق التحقيقات أدت إلى أنه يسمح بالإفراج عن هؤلاء 16 وإبقاء باسم عوضالله رئيس الديوان الملكي الأسبق والشريف حسن بن زيد قيد الاعتقال حتى يتم إحالة المحكمة للقضية. وفقا للقانونيين فإن هذه هؤلاء تعرضوا للتضليل، تعرضوا للتحريض، أخطأوا كما قال الملك للشخصيات التي التقاهم، وبالتالي أوعز بالإفراج عنهم في هذه الفترة. شكرا نايف المشاقبة في عمان.